السلام عليكم ورحمة الله، مرة أخرى تحية طيبة للجميع. غادي نحاولوا نهضروا على واحد خمسة ديال النقاط، ونبداو بالنقطة الأولى اللي هي مكان المقابلة. غنهضروا على مكان المقابلة، لأن بزاف ديال الإخوان دابا في الدائس أنا غنعطيكم الحالات وغادي يبان لكم كل واحد الحالة ديالو. ففي مكان المقابلة غنعطيكم الحالة الأولى ديال مثلا شخص مغربي، غنعطي مثال بالمغرب، شخص مغربي تزاد في المغرب، عايش في المغرب وغادي يدوز المقابلة في المغرب. هذه الحالة الأولى، يعني عادي ما غيسافر ما غيمشي حتى شي بلاصة، غيدير مكان المقابلة في الدار البيضاء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، مثلا هو مغربي وعايش في المغرب وتزاد في المغرب وعمر الدي اس أنه غيدوز في الدار البيضاء، ولكن من بعد فاش صفت الدي اس جاتو خدمة أو لا قراية أو لا شي حاجة غادي يسافر لشي بلد واحد أخر. هذه الحالة الثانية. وفي هذه الحالة شنو خصو يدير؟ فهنا من طبيعة الحال راه ماشي غادي تصيفط الدائس ديالك وغادي تجلس صافي كتسنى الموعد ديالك، ما غندير حتى شي حاجه، ما غنكمل قرايتي، ما غنمشي نخدم، ما غندير حتى شي حاجه. طبيعه الحال ما غاديش دير هادشي هذا. فكما قلت لكم ربما هاد الشخص هذا غتجيه مثلا فرصه يمشي يقرا في شي بلد واحد اخر او لا يمشي يخدم في شي بلد اخر الى اخره. فهنايا هو سبق عمر في الدائس انه غيدوز المقابله ديالو في الدار البيضاء، ولكن شاءت الاقدار انه مشى لذاك البلد هذاك. فهنا اول خطوه غيديرها قبل ما يجيه الموعد غيصيفط ايميل المركز كنتاكي، غيقول لهم اودي راني بغيت نغير مكان المقابله ديالي من المغرب مثلا لذاك البلاصه اللي هو مشى ليها يقرا او لا يخدم. فهذا الشيء عادي، ولكن قبل ما يجيك الموعد، يعني قبل ما مثلا غير يبداو انت تكون عارف، كل واحد عارف الكيس نمبر ديالو، يعني غتبقاو تراقبوا النشرات، غير انفو يطلع الرقم ديالك في النشره. قبل ما يجيك الموعد خصك دير هذا الاجراء هذا اللي هو تصيفط ايميل للمركز كنتاكي عبر kccdv@state.gov، كتصيفط لهم ايميل كتقول لهم راني بغيت نغير مكان المقابله من بلدي الام اللي هو المغرب لهذا البلد اللي انا مقيم فيه. بون فينال، صافي. هنا حتى هنا كون اكيد راه غيجاوبوك على ذاك الايميل وغيغيروا لك المكان المقابله. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه هو فعلا انه شخص مغربي، ولكن حاليا هو راه مستقر في شي دوله واحده اخرى، مستقر يعني خدام تما ولا كيقرا تما الى اخره. فهنا في هذه الحاله فاش يعمر الدائس ديالو راه كيسولوكم في واحد السؤال ديال زعما واش بغيتي دوز المقابلة مثلا انت مغربي غدوز المقابلة في الدار البيضاء، كدير نعم وكتخلي يعني الدار البيضاء. كنتي ما غاديش دوزها في الدار البيضاء كتختار نو وكدير البلاصة اللي انت فيها القنصلية البلد اللي انت فيها، عادي ما كاين حتى شي مشكل. صافي الاخوان، فهذه الحالة الموالية. الحالة اللي كيوقعوا فيها بزاف ديال الاخطاء في التسجيل الاولي هو انه شخص مغربي وعايش في المغرب، ولكن دار في التسجيل الاولي خطا انه اختار بلد واحد اخر، انه تزاد في واحد البلد اخر، او لا داير انه عايش في بلد واحد اخر وهو حقيقه ما كاينش في ذاك البلد، ما عمره سافر لذاك البلد، ما عايش. فهذا هو النوع الاخطاء اللي كنقولها لا تحمد عقبها يوم المقابله، يعني كتادي لرفض ديال التاشيره. هذا هما النوع ديال الاخطاء. اما انت اخي او اختي، وكما شفتوني في واحد المنشورات كنا لحناكم انك تلقى دايرين مثلا موناكو او لا دايرين باكستان او لا بنغلاديش او لا سلطنه عمان او لا، كيغلطوا لهم. هذا راه غلط، يعني كيغلطوا لهم في تاريخ الازدياد او لا في مكان فين بغيتي تدوزوا المقابله. راه كاين اختلاف بين مكان فين تزاديتي والمكان فين بغيتي تدوز المقابله. فهمتوا دابا الاخوان، هنا خصكم تفرقوا بيناتهم. فاي شخص يعني فعلا وقع عليه هذا الغلط هذا راه غلط وغيتحمل المسؤوليه ديالو. اما الا كنتي انت فعلا مغربي ولكن عايش في واحد الدوله واحده اخرى من غير المغرب ديالك، راه بطبيعه الحال عادي جدا راه غتكون درتي لها في الدي اس ديالك انه مثلا انت مغربي ولكن غندوز المقابله في ذاك البلد اخر. هذا ليس بغلط، عادي جدا. وعاده ديال الاخوان راه بزاف كنعرفوهم، يعني مغاربه وعايشين في دول وحدهم اخرين او لا الناس من دول وحدهم اخرين وعايشين في المغرب وتواصلوا معنا، ومن هذه من سنوات يعني داز ما كاين حتى شي مشكل. راه كاين اللي دوز المقابله ديالو في استراليا، كاين اللي دوزها في كندا، كاين اللي دوزها في فرنسا، كاين اللي دوزها في بلجيكا، كاين اللي دوزها في تركيا، كاين اللي دوزها في سميتها فين كيقراو واحد الدوله، كاين اللي في روسيا، ومن روسيا فاش وقع هذا الاخر داز للدول المجاوره الى اخره. فهذا الشيء عادي جدا، ما كاينش مشكل. ولكن كنأكد عليها انه اللي فعلا هو مثلا مغربي وعايش في المغرب وتزاد في المغرب وباغي يدوز المقابله في المغرب، ولكن بسبب التسجيل الاولي دار شي بلد واحد اخر، فهذا خطا، هذا يعني غلط، غيتحمل المسؤوليه ديالو. صافي الاخوان، هذه من جهه. ندوزو السؤال الاخر، الزواج. تواصلوا معايا بعض الاخوان والاخوات مقبلين غادي يتزوجوا، وعاوتاني كيسولوا اخويا انا مثلا تزوجت، هذه بزاف الاخوات اللي كيسولوا، ولكن درت عقد زواج ولكن مازال ما مشيت لدار الزوج ديالي، واش غندير العنوان ديالي
ولا غندير العنوان ديال الزوج ديالي. فهنا الجواب رجاء نديروا عنوان واحد بعدا، يعني ما ديروش عناوين مختلفه. وحنا في المغرب نتوما عارفين يعني المراه كتبع الراجل، يعني غديري العنوان ديال راجلك، فين راجلك ساكن، سواء كان ساكن مع دارهم او لا ساكن بوحدو، غديري العنوان ديال راجلك الا كنتي انت فائزه. والعكس صحيح، الا كان الراجل هو الفائز غيدير عنوان ديالو. واخا نتوما يعني مازال ما درتوش العرس، مازال ما واخا درتو العقد، ولكن باش تملؤوا الدي اس ديروا عنوان واحد رجاء. السؤال الثالث وهذا مهم، وحاله استثنائيه بالنسبه للاخوان والاخوات، وهذو حالات صراحه نادره. توصلوا معايا واحد الاخ وعاد واحد الحاله الثانيه غادي نقولها لكم. الحاله الاولى هو قال لي اخويا كمال الله عمرت الدي اس ديالي، يعني حنايا اليوم 15 في الشهر، عمرت الدي اس ديالو مثلا هذه 3 ايام ولا 4 ايام، شات الاخضر توفى الاب ديالو، توفى الاب ديالو الله يوليه برحمه الله، فشنو غادي يدير في هذا الاجراء؟ قال لي واش غنفتح الدي اس ولا لا؟ قلت له لا، بلا ما تفتح الدي اس حتى تخرج لكم داك شهاده الوفاه، حاول ترجمها وخليها احتفظ بها، لان غتديها يوم المقابله. يوم المقابله عندك الموظف الاول اللي كتعطيه الوثائق، غتعطيها تقول له عفاك راه بغيت نغير واحد المعلومه في الدي اس، راه الوالد ديالي توفى من بعد ما صيفط الدي اس ديالي، وغتوري لهم داك شهاده الوفاه فيها التاريخ، فيها كل المعلومات اللي كتدلي وكتوفي انه الوالد ديالك توفى. صافي، هذه عارفه ان حاله نادره. بعض الاخوان عاودتهما كذلك، يكون مثلا توفالي هادو يعني قبل ما يصيفط الدي اس، وخصو ضروري هاد شهاده الوفاه الاخوان، يعني باش يعمر الدي اس كيطلبوا واحد التاريخ فوقتاش توفى. هنايا باش تضبط داك التاريخ فوقتاش توفى، راه كتكون عندكم شهاده داك الطبيب، يعني كما عارفين الطبيب كيكون عاطيكم واحد شهاده ديال الوفاه ديال الاب ديالك او ديال الام ديالك، فضروري كيكون فيها واحد التاريخ فوقتاش توفى، كدير التاريخ ديال الوفاه ديالو. رجاء هاد الاخو هاد الحالات يعني نادره، راه ماشي كلشي، ولكن مزيان تعرفوها. الحاله الاخرى هي مولود، كيكون زاد عندك واحد المولود. فهنا لا بلي بار الاسئله اللي جاونا هو كيسولوا الاخوان، انا الزوجه ديالي حامل ومقبله غادي تولد، واش كاين مثلا اللي كيكون عنده التاريخ قريب؟ حنا مازال في شهر 5، كيقول لك مثلا الشهر، راه الطبيبه قالت لنا مثلا ان شاء الله الشهر المقبل غادي تولد الزوجه ديالي، واش غنتسنى تتولد الزوجه ديالي عاد نعمر الدي اس، اولا نعمر الدي اس ومن بعد عاد نطلب فتح الدي اس، اولا نعمر الدي اس وتولد المدام ديالي ونتسنى حتى اليوم المقابله عاد وغيكون يعني فاتحين لي تما الدي اس وعاد نزيد المولود ديالي في الدي اس؟ فالحاله الانسب هي هذه. اذا كانت مرتك مثلا مازال حتى الشهر جاي ولا من بعده ولا بعد 3 شهور ولا 4 شهور، انت ما تعطلش دابا، صيفط الدي اس ديالك، نهار غيتزاد عندك المولود بخير وعلى خير، لان اصلا داك الاجراءات ديال تسجلوا في الحاله المدنيه ويخرج لك عقد الازدياد الى اخره باش تصوب له الباسبور غيتعطل عليك. اذا من الافضل صيفط الدي اس ديالك حتى نهار تولد المدام وسجلوا في الحاله المدنيه وخرج لي عقد الازدياد وسير صوب ليه الباسبور ديالو وخلي حتى اليوم المقابله، غيكون الدي اس ديالك مفتوح، يقدروا يقولوا لك خرج يعني زيد المعلومات ديال ولدك عاد رجع تكمل المقابله، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو الحل الانسب. سؤال اخر وبه غادي نختم، الخامس هو الناس كيسولوا على الباسبور، اللي عندهم ديجا الباسبور ولكن غادي يتسالى من هنا واحد المده، يعني واحد شهرين ولا 5 شهور ولا 4 شهور ولا 8 شهور، المهم عندهم قل من عام غادي يتسالي الباسبور، عاود كيسولوا واش يمكن لي نصيفط انا دابا الدي اس ولا نتسنى حتى نجدد الباسبور الى اخره، اللي غياخذ شويه الوقت، الاغلبيه غياخذ لكم 15 يوم كما الاخوان قالوا لي. فبطبيعه الحال غير صيفط الدي اس بداك جواز السفر ديالك اللي مازال فيه 8 شهور ولا 5 شهور ولا شحال، صيفط به الدي اس ديالك ما تعطلش، وخذ منه كوبي، خذ منه نسخه من داك جواز السفر اللي عندك، باش غير تصيفط الدي اس سير بدا في الاجراءات انك تغير جواز السفر، ونهار المقابله غتدي معك نسخه من داك جواز السفر القديم وجواز السفر الجديد ديالك، ما كاين حتى شي مشكل، راه غيبدلوه لك في الـ في الـ في الـ في المقابله. هادشي اللي كاين الاخوان. واحد النقطه غير بها نيت غادي نختم بالنسبه للعنوان الاخوان، رجاء راه السوفينه مازال عندي واحد جوج ديال الناس من داك العشرة اللي اختاريت، رجاء لان بكثرت الميساجات بزاف وعلى الموقع لا على الخاص، والله ما قدرت نوصل لذاك واحد جوج اشخاص، دابا نقول لكم السميه ما عقلتش شكون هما، مازال خصني نعطيهم العنوان لان راني ذكرتهم في داك التيراج الصور اللي درت، غنعطيهم العنوان، بقاو جوج من داك العشرة. بالنسبه للاخوان الاخرين اللي تواصلوا معايا من هنا عايشين هنا في امريكا، راه عطاو العناوين ديالهم الله يجازيهم بخير، ولكن مازال محتاجين العناوين باش نعطيو الاخوان اللي مازال كيطلبوا العنوان. رجاء الاخوان اللي هنا في امريكا اللي سمع هذا الفيديو هذا وقدر يعني يعاون هذا الاخوان بالعنوان فقط لملء استمارات الدي اس وليس للاستضافه،
فقط لمال استمارات الدي اس، ومن بعد غتغيروا العنوان، غيتمشيو للمقابله غيروا العنوان، يعني عندكم وقت كافي باش تقلبوا على المستضيف والولايه فين بغيتوا تمشيو الى اخره، فبامكانكم تغيير العنوان يوم المقابله. رجاء حاولوا توصلوا معنا على الصفحه ولا على الموقع ولا، ونعطيكم الرسائل ديال الفوز والدليل على انها يعني جواز سفر او لا البطاقه الوطنيه، باش تعرفوا ان الشخص فعلا فائز، وتحاولوا تعطيوه العنوان باش يعمر الاستماره ديالو، راه مازال بعض الاخوان حاصلين في العنوان باش ما يتعطلوش في ارسال دي اس 160. يلا الى هناك من يحييكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.